الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام بخاري رحمه الله اسمه دي بابوغا دي حديث دي كور كور بي أفهوغا دي وانا باب بنواف واني باقي حديث تغنوموغا بابوغا كليفانو بيان كرباه واني باب بر الأم باب بر الأم مما يا هيكون هيتم مما إحسان تير وما به باب مما يا خاص سكو باب بنواف مباني بابو جاوس الإمام بخاري رحمه الله دي رواية ذكر كرباه بيان كرباه فوي أي إيه ترين فرتما رواية كي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة الإمام بخاري رحمه الله بهز بن حكيم جه كبان رواه كراني بهز بن حكيم إبى فلاجة بابا جه فراتون أدي إبى فلاجة بابا إبى فلاجة كافا فلوجة فراتون رواه كراني إبى فلاجة كافا فلكي كاكو معاوية ابن حيدة معاوية ابن حيدة كي صحابي بيكر ابي فلاري واكو رباه واني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه كليك فانو بدالو واني تيمن كليك فانو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاريه الناس دين نبي مي قلت يا رسول الله من أبر من أبر يا الله رسوله تيمن ام هيكو ام اوغا تريكو إمّا ما يكون هتم في إنسانك كاكو هي ما النبي صلى الله عليه وسلم جوابك حديث الكرباني أمك كليك مامي يفهق معاوية ابن حيدة رضي الله عنه سؤال كرباني دين كاكو توي يدعوني حديث الكرباني أمك كليك مامي يفهق كليك فان سؤال كرباني من أبر دين كاغت توي امي بود احسان تريكم هتم بي هيكم هتم بي حديث فول كرباني امك كاليك ممي تيم فهرمت امي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممكي نن جن امي هيكم هتم جه انسانكي فرطمان ويس دوانه ويس تيم وانه ويس مم يفهوغا هتروانه سوال كربي ما حديث فول كربي اباك كليج بابي ثم الأقرب فالأقرب يفهوغا دم باقي تبي ميه ورم ما تيري ورم ما تيري حديث فلعي حديث فلوجة تخرجة حديث فلوجة حكمة ما دوجا أقول من فرتم بدلان إيجوتهم مي رواية كي حسن درجة رنجلو حديث كموجا علم ورين ودارو فوي إيجوتهم الإمام الباني رحمه الله مي حديث فلوجة درجة كي حسن درجة كموجا ودارو فوي مي حديث فنوجة بابوجة تنقله تبي فلونجة مي كلاهوجا عربي بس أدي شروي بين استلاحتا حديث فنوجة بين استلاحتا فقهوجة بين مسألة نوتة بين أصولتا تبي فلونا إنجن جهنة نوتة دسوامون دان جهنة أمي مالوغانو حديث كي فقهوجة كاني بلالمو فدانو لا حديث فنوجة واحد كبس جنستني تيرن تبي فلنا إن شاء الله كريم ويتاعا حديث كابهي قطن ميتانو قا أقول من واحد دكا استلاه عندوي بيجين جيني كوتشكا علم ويرين قاتو قا حديث ما عندو قتيك كابهي فاوني دبايكا أي مقبول حديث مردود حديث قبول كربي حديثا قبول نكربي حديث كيف يجين قبول نكربي حديث النني قبول كربي حديثا قبول نكربي حديث النني أي حديث فلان نوتا حديث ألقون منا هم فورا فوا قوي يقتب ألافا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاريهم صح سند رانغالو مغاكم اعتبار هري قتك الرواية أسفا وانما أي مقبول رواية علمو رين كندالو وافا حديث فنو قوائد أصول ألافا نوتا الشرط تنهم نوا رواية
khabar vijiya ei mardut hadith mane ki qabul nukurewe radd kurewe gim vaaj kirti rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge bas fulai kaleg faanu ge amal fulai nuwata kaleg faanu ge iqrar wadai agan wafwa kame kamu ga waanama algun men iswe mawdu allah ge dakkafi efada kame kirti rasulullah nispe kurewe gim va kamen haqiqatuga mardud hadith ke tere ga waaneta nuwan eni kaleg faanu ge بس فلتكا عمل فلتكا حكم تكا كليك فانوگه تقريرات تا اي دينوگه باي الهي وحيگه باي همويما الله سبحانه وتعالى كلانگه دين وني ركاتر كرباف قيامت الدان مدين وني حمايه كريفا اگو تن كيرتي قرآن قرآنوگه تفسير شرح من نبي صلى الله عليه وسلم گه حديث كليك فانوگه سنة وني قرآن اكوگه حمايه كريفا همويما مقبول حديث صح سند رنگلو مگون الگون مننا ہمیں وارد فاوا اچھ سکی ای کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گے حدیث فلتا کی ای کلیک فانو گے سنت کی ایم ویما ای حدیث فلتا الگون مننا ہمیں ایس فوا مگ ای مگ تکبلا حدیث فنو گا کنڈل فوا شرط کا قواعد تکو گے اصول تکبلا گن حدیث تو گے درجہ تک علم ورن کھنڈا اڑو وافا درجہ تو گے مانے کی ام صح مگو اسوا حدیث تکا ام صح نو صح درجہ اے درجہ تو گے حدیثا اف شک کا نو لاکیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے اریہم وارد فوا کمی کم گا بلا گن وے ورو گے خبر تکا صحا حدیث تو گے تیرے نو تا مقبول قبول کرے وے سنت درج سنتو گے کنکمو گے تیرے گا می کچگری تا نو تا می درجہ تن اکولے وی گے اے گو تم ام میں صحا حدیث تو گے تیرے ام میں متی درجے کی صحیح حدیث صحیح علم ورین محدث حدیث رواق ربائے حدیث کا مدوگا هذا حديث صحيح مي صح حديث كي ودال وجيا اي صح كمغا ام متي درج صح كمغا ام متي درج ادي المورين تفاد گوتك كندال وافو اي اي روايه روا كرمغا الامام بخاري الامام مسلم دبيفون اتفاق ودا گن وافنما اي روايه كي اي حديث كي صح كمغا ام متي درج اگ حديث مالگن منگه استاذک بخاری و مسلم روا کرا حدیث اتوجہ نما ودالوانی سپریم کورٹ کے حدیث کے بھی الامام بخاری و مسلم روا کرا وفی دے بے فلن اتفاق وڈا گرنا وفی حدیث فلن اتوجہ نما بے فلا ودالوانی سپریم کورٹ کے حدیث کے بھی سو وکی سپریم کورٹ کی اگن منگے دولت تاوگا قوم تاوگا ام ماتی کورٹ ایک امکو اگنڈو اگن کے استاد کے اے اصطلاح کا میادو اتفاق نو سبب کی اگن میں کے سپریم کورٹ تک کی وس میادو حکم کر مگا محدث می امت کے علم ورن کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن حمایت کو سنت کے خادم کا مگا وی علم ورن سنت اہمیت کن دی وی ورا اکوڑ تک مشاڑے مسئلہ تک اہمیت کن دی وی بین ادي حديث علم نقل قرب مغا علم ورينغ عداله تركما عدل وركما ابي فلونغ امانه تركما تد وركما اخلاص تركما كير يوس ميدوغه دنياغه سپريم كورت توغا حكم تكنو هينغا اذن تنو نكون حكم توغا وس ماغينا ككوري فور نوتا رشوتا اولوال ما مكرامي هريا كمي تهمت ميدو اسلامی گاؤں متو کے سپریم کورٹ تک وس بہوری اہم ویما کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فلتا نقل کروا فوا الگن میں ہمیں گنس تبا فوا محدث اے بے فلوں گے اے عمل فلا ادو گے کورٹ تک گا حکم کرا قاضی گے مسکتا اڑا بما تفات انے کی
muhaddisun khasaka al imam bukhari ya muslim rahimahumullah ede be fulun kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulaka meduga hukum kurabba fi nam eki duniya ge supreme court ko nerifawa hukuma kawure eta gunai mati hukume manaki ede be fulun ge e riwayatu ge tedwari kama metuga evs insanaka bahinnu bunewe waruge waruga da hukume ei ehbe ma Bukhari ya Muslim riwaku rabba fi namai sahihu ga imma mati daraja hinuna sahih mi kalima ilmurin bidalu wajji ay haditha ki sahha magum waridin fawaj ilmurin ga ijtihadu ga sawum bai befulun sahihu bidalu fahiburi ilmurin e riwayataka amalu kurumwe ga daraja anna namai sahihu nung ehin daraja bidalu wa haditha ga buhuri kumme swaraka ay muhadithunna Hadis fannu ge mihun nai kang ingen ekama meduga miha ku shakku konnu ta waage dekkum kuri ge fannu ingenu ma kilazim ka dewana darajen elmurin vidal fawani hasan ebe fulun sahih daraja ya wure tankole sahaka muga nu ta warid fawa hadis warid fawa sahaka muge mingaduga ebe fulun tankole dad daraje devwa fa vidaluni sahih nu hasan Hasan ge arai bahu ga mani ki rangalu. Hemi ma Hasan kiya mi hunge namves enang kiyani hemvege rangalu heyo. Muhaddithun Hasan hadise ke vidalu je ge mani ki hadise ki rangalu hadise ke. E kamako sahha darje wure tankole darja ge gotunda. Sahihum mi darje wure tankole dak e kamako rangalu hadis. Adi Hasan hadis ev wure wes tankole daraja da ekamako amalu kurun sahha daraja ve ai hasanul li ghairi riwayate anairuga e riwaya riwa kuri ravinge terega kumes miha kuri kudako balikashi ravi himvejiya sahhumge shartu hamanwa kama wanya ilmuringe riwaya ekkari gbabani e balikashi riwayate ekamako ehem magakum anikka e riwaya ngatuwecce ehem magakum anikka e riwaya ngatuwecce komme magik gaves eba ule kudako ilmu erin hingama nujehe emme warugate darjaage nun kudako balika shiraviye ko eboin ehem vejjiya efada tetim mage evvejjiya e hadisegge sahha kama meduga ilmu erin shakke nukuramba envima e devwani waki namen egotun ebe fulum idawun hasanun li ghairi rangalo hadiseke hadiske ehem magutaka ekuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun kaleg fanu hadis pulu kurevvi kama kaleg fanu kurevvi kama e khabar nan nane kaleg fanu garihun sahha magum aswati ve imma ga kabure gina magum e khabaru muhaddisun naqlu kurabba fa ywan ehbima algon menge kurimati ga mi riwayataki muhaddithun mi riwayataka hasan mi daraja devwa fa riwayat mane ki amal kuran jehe ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul kurabba lidalwe fawa hadithul kama meduga ev shakke mi hadithul algun menna hamaya naqlu kurabba fa ehmes muhaddithun egotun ummatuge emme mashhur muhaddithe fiqhu wari duniyage emme bodu en imam kamuga ilmu warin vidalwa al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ebe fulage musnaduga mi riwaya ginwa fwe hama egota al imam abu daud bukhari ya muslim me debe fulunna vidigen den muhaddisunge gatuga emme warugad emme mativeri sunnatuge fotaki timwana fotaki al imam abu daud rahimahullah ge sunan e fotuga al imam abu daud rahimahullah adabuge babuga mi riwaya ginnawafwe mam bafan heukon hituma behe babuga hama egota hadis fettoge terein bukhari al imam bukhari sahihul bukhari sahih muslim sunan abi daud e timwana fai ea vidigen hatarwana fotek kamuga ilmu erin deke wada ginnawafta ki sunan at tirmizi al imam tirmizi rahimahullahu ge sunan ifatu gaves al imam tirmizi rahimahullah mi riwaya ginwa bayan kurawafave naqul kurawafave emme mativeri muhaddisunge befulun mi riwayan algun menna hame genastevafave
Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam gariha Muawiyat ibn Hayda radiyallahu anhu wa dagin imme heo ko kanta kuranjhe imme mang insana ki imme ugatir ko kanta kuranjhe ka ko to sual kuran mi riwayat riwayat ga kale fanu tim faru matim mamma ge maqam bayan kurawafa hatarwane ya bappa ge maqam ge nawafa yafahu ga hadith ul quran thumma al aqrab fal aqrab bappa yafahuga mamma ya bappa yafahuga den tiba ihsan terikon hitan jehe mihun tartib oti gati mage kamuge gotun den emme gam mihaka den ya vidigin emme gam mihaka den ya vidigin emme gam mihaka ala heukon hitun ihsan terumga awlavegen bani inshallah mi hadith uluge fiqh ilmu erin warabbu warammati veri fiqh mi hadith ulun nangawafwe e mawdu algon me wahage dakkani miyanna haftaga angara duahu gerega inshallah Allah tabaarak wa ta'ala algon menna mi class ta kuriya gendiumuge ma ilmi majlihuga da'im wa qa'im wa tibumuge he tawfiq devwashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka